السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا على قناة صفية عدنان لي فنون تريكو. إن شاء الله اليوم سأريكم طريقة الطرز على التريكو وتقنيتي في عملها. طبعا هذا التطريز يحتاج إلى رسمة وإلى يعني ورق الفيزلين، وطبعا الخيط وإبرة، وإذا احتاجتم إلى خرز أو عقيق حسب الرغبة. أول شيء نأخذ رسمة، يعني نختار رسمة موجودة عندنا أو نرسمها حسب الموجود، مثلا هكذا. سأريكم وردة صغيرة. هكذا هذه الورطة. نأخذ الفيزلين، ونضعه على الرسمة أو الرسمة هكذا، يعني التي تعرف الرسم سترسم مباشرة على الفيزلين، ليست مشكلة. الفيزلين هو ورق الذي نستعمله في الخياطة، يعني لا أدري أسماء في العالم العربي أو الأجنبي، وهو هذا هو اسمه في المغرب. طبعا هو عنده وجهين، الوجه الأول عادي، الوجه الثاني هو الذي يلتصق بالثوب. سأضعه يعني على عكس الثوب، سأضعه مباشرة على المكان الذي أريد تطريزه، مثلا هذا الفستان سأضعه بجانب في هذا الجانب هكذا بشكل مائل، ثم ألصقه بالمكواة. هكذا أضع عليه المكواة بشكل عادي حتى يلتصق بالتريكو الفستان هكذا، والتصق كما ترون، يعني هذا يعني عمل هذا الفيزلين هو أنه يساعدنا على الطريز، لأننا لا نستطيع أن نرسم على التريكو مباشرة. كذلك يبقي الطرزة في مكانها، فلا تتمطط، لا يتمطط التريكو فيصبح منكمش. وأيضا بعد التطريز نستطيع أن نزيله بسهولة. سأريكم طريقة، نستعمل خيط عادي، صوف عادي. خذ الوردة هكذا، هذه هي البتلة الأولى. نبتدئ بهذا الشكل دون أن نعقد الخيط هكذا من الوسط. طبعا الأخوات التي يعملن الطرز الرباطي أو التطريز باليد هو يعني سهل، هذا على التريكو فقط، نفس العمل نفس التطريز. والسيدات العربيات ما شاء الله عليهن كلهن، يعني أغلبهن يتقن التطريز، لأنه من يعني من الارتيزانة أو من اللباس التقليدي لعالمنا، في القفطان وفي يعني المفاريش وأشياء كثيرة. هذا الطريز يعني يساعدنا في التريكو، في تزيين التريكو سامبل، وأيضا يعني تزيين ملابس الصغار. سأريكم يعني طرق متعددة منه إن شاء الله. هذا الفيديو الأول،
هذه طريقة تطريز يعني العادي، وهذه الوردة يعني العمرة كما نقول، يعني كلها مطرزة ليست فارغة. سأريكم طريقة الوردة الفارغة التي نملأها بالعقيق أو بالحجر. هكذا يعني في، سأريكم عند ما أبدأ البدلة الأخرى. هكذا كما ترون البنات التي لا يعرفن التطريز، أننا يعني في البداية نمشي بخيط مائل ثم نخرج الإبرة من فوق الخيط هكذا، ونحن لا نخرج على الرسمة ونمشي بهذه الطريقة. يعني صعودا دائما الإبرة نخرجها من فوق الخيط ونمشي بشكل مائل. كلما انقض الخيط كما ترون الآن أدخله بهذا الشكل دون أن أعقد هكذا وأقطع. أيضا البداية بالخيط ندخلها هكذا ونخرجها من المكان الذي توقفنا فيه بهذا الشكل. طبعا الآن وصلنا إلى قمة البتلة، سنبدأ بالنزول لندور حول الجانب الآخر منها. في عند النزول دائما نخرج الإبرة من أسفل الخيط، هذا هو الخيط، صعودا كنا نخرجها من فوقه والآن سنخرجها من أسفله ونحن نازلين وندور حول البتلة كما ترون. هذا الطريز كان الناس يعني بدون ما نسمي بالمرمى أو يعني الشيء أو الآلة التي نضع فيها التطريز، كانوا الناس يشتغلونه على أصابعهم منذ زمن طويل. طبعا يعني في الارتزانة أو يعني الأشياء التقليدية في المغرب مثل الأحذية والقبعات والأحزمة وغير ذلك كانوا يطرز بهذا الشكل على اليد مباشرة. طبعا حين نكمل البتلة الأولى، طريقة الانتقال إلى البتلة الأخرى سهلة، يعني كأنك تكملين نفس البتلة، يعني تبدأين بآخر ضربة أو آخر غرزة في البتلة الأولى تبدأين منها البتلة الثانية هكذا وأنت تصعدين دائما إلى أن تنهي البتلات. طريقة الآن الورقة، يعني نبدأ بالغصن بهذه الغرزة السلسلة أو السنبلة، كل واحد يسميها كما يشاء. هكذا في قلب الغرزة ندخل الإبرة ونخرجها هكذا. دائما في قلب الغرزة أو وسطها هكذا كما ترون، هي طريقة هذه الأغصان أو الأعواد هذه وهذه. الآن بنفس الطريقة الورقة وصلنا لها، نبدأها بشكل مائل دائما وأنا صاعدة أخرج الإبرة من فوق الخيط
ثم عند النزول من أسفل الخيط هكذا، وأنا أتتبع الرسمة. طبعا النزول يكون يعني أسرع، تنتهي بسرعة الورقة. دائما أخرجها من أسفل الخيط ومن جانب يعني النصف الأول، دائما يبقى تكون من الجانب حتى تكتمل الورقة كورقة شجر أو الورود هكذا. أنهي الورق وأدخل الخيط دائما هكذا من أسفلها وأخرجه وأقص. بالنسبة لي يعني الفيزلين هو كما ترون من السلع، الآن يظهر كأنه منكمش، ولكن الرسمة كما ترون من الخلف فهي تركو بقي كما هو. بهذه الطريقة أزيله هكذا، أقطع ثم أضغط و وهكذا أستمر إلى أن أزيل كل بيزلين بهذا الشكل. الآن أكملت تنظيف الفيزلين كما ترون، لم يبقى له أثر. سأريكم طريقة هذه وسط الوردة، وأيضا هذه في هذه الوردات أو الزهرات هكذا، 4 لفات أو 3 حسب الخيط. ثم أجر من الداخل وأخرج بجانبها هكذا، 4 في نفس المكان أجر هي. انتقل إلى هذه هنا، نفس الغرزة غرزة السلسلة، أضع هكذا أخرجها طويلة، تكون غرزة طويلة إن شاء الله. في فيديوهات قادمة سأريكم طريقة تطريز المنتفخ، وأيضا يعني تطريز جميل جدا على التريكو. وأخرج من هذا المكان يعني قليل سنتيم بين الأول والثاني، دائما الأولى بجانب الغصن ثانيا بجانبها، والأخيرة في الوسط هكذا. سأضع واحدة أخرى هنا أعلى الغصن هي آخر واحدة. وبهذا تنتهي طريقة تطريز كما ترون. وبالمناسبة أشكر جميع البنات التي يتحفنني بدعواتهم، جزاكم الله خيرا، وأدعو الله أن أكون في مستوى ما تطمحون إليه من تعليم، والسلام عليكم.